نبدأ مع جولة مع مراسلين من أوروبا وعدة دول في أوروبا. نبدأ ب أو ينضم إلينا الزميل خالد شقير من مارسيليا بفرنسا، وأيضا عربي مرزوق من برلين لنتحدث معكما. أهلا بكما خالد وعربي، نتحدث معكما في هذه الجولة عن آخر التطورات في فرنسا وفي ألمانيا. أبدأ معك خالد، يعني ربما هناك موضوع المتعلق بالاشتباكات التي حدثت بين مجموعة من الشباب وبين قوات الشرطة في فيلنيف، يعني في ضواحي باريس. لو تطلعنا على آخر تطورات هذا الأمر، هل ساد الهدوء أم أن هناك اشتباكات تعود من حين إلى آخر؟ مساء الخير زميلتي العزيزة دينا، تحياتي ليكي ولمشاهدين اكسترا نيوز. اليوم الثالث على التوالي ما زالت الاشتباكات يعني مستمرة، ولكن هدأت الأجواء طبعا نوعا ما، وكانت هذه الاشتباكات كانت بدأت مساء يوم السبت عندما اصطدمت إحدى سيارات الشرطة المدنية، وهي شرطة طبعا السيارات دي ما بيكونش عليها أي نوع من أنواع العلامات، بأحد الشبان الذي كان يمتضي دراجة نارية. إصابته كانت بالغة وتم نقله دينا إلى المستشفى، وهنا خرج شباب الحي. هذه الأحياء الشمالية، وتعلمين جيدا الأحياء الشمالية ليس فقط في باريس بل في معظم المدن الفرنسية، بيسكنها أو يكتبها الكثير من الشبان من أصول مختلفة، حتى وإذا كانوا ولدوا في فرنسا أبناء الجيل الثاني والثالث، إلا أن هؤلاء الشباب الحقيقة دينا بيعانون كثيراً من التهميش ومن العنصرية. وهذه الأجواء جعلت وزير الداخلية الفرنسي يصرح أن تم فتح تحقيق داخل الشرطة نفسها في قسم خاص ببوليس دي بوليس زي ما بنسميه هنا، ولكن ايضا جعلت اصوات اليمين المتطرف تتعالى وتنتقد ما تقوم به بعض من هذه الجماعات كما تلقبها مارين لوبان، بان هذه جماعات متطرفه تحاول فرض سيطرتها على هذه الضواحي، يعني تعتبر احد اهم ضحايا التهميش وكورونا فيروس. هذه الأجواء نتمنى أن تنتهي على خير، ومن حين لآخر يعني عادة ما تحدث مثل هذه الاشتباكات، ولكن أعتقد فتح تحقيق دينا في هذا الأمر سيهدئ الأجواء نوعا ما. نعم، سأعود إليك خالد الحديث أكثر عن تطورات يعني الوضع فيما يتعلق بكورونا واستراتيجية الفرنسية والأرقام أيضا، لكن أنتقل الآن إلى الزميل عربي مرزوق من برلين. عربي، يعني ألمانيا كانت بدأت بالأمس بعض إجراءات لتخفيف العزل في ظل تصريحات من ميركل تحذر فيها من أن الانتصار المرحلي أو يعني الانتصار في مواجهة كورونا بشكل مرحلي ما زال هشاً. اهلا بيك تينا. في البدايه الحقيقه النهارده ثاني يوم من الملاحظ النهارده الصبح ان الناس فعلا في الشوارع هنا في برلين او في المانيا بشكل عام بدات تخرج تاني، والناس بدات تتحرك، في ناس كتير بدات ترجع شغلها بعد الشركات اللي كانت بتشتغل بنظام الهوم اوفيس او الناس تشتغل من البيت، الناس بدات ترجع شغلها تاني. الحقيقه بدات ترجع لطبيعتها بشكل ما في المانيا من امبارح. ده الامر اللي دعا النهارده نائب رئيس معهد روبرت كوخ الوبائي الاحصائي المسؤول عن الاحصاءات هنا في المانيا في مؤتمر صحفي اتعمل النهارده الصبح، ان هو يحذر ويقول الاجراءات الاحترازيه في المانيا قد يتم تجديدها مره ثانيه. التخفيف اللي تم من امبارح ده ممكن الحكومه ترجع تشدده مره ثانيه، لان بدا من الملاحظ ان الناس بدات تستخف بالامر هنا في المانيا. عشان كده المستشاره الالمانيه امبارح في المؤتمر الصحفي اللي طلعت فيه وخلال كمان اجتماعها مع الحزب المسيحي الحزب الحاكم هنا في المانيا كانت ممتازه جدا، وهجمت بعض الناس اللي بيقولوا ان احنا لازم نزود التخفيف في الاجراءات الاحترازيه في المانيا. نائب رئيس المعهد قال النهارده الصبح الفيروس لسه موجود، ما فيش اي سبب للتخفيف الشامل في المانيا، ما ينفعش ان احنا ندمر كل اللي بنيناه في النظام الصحي خلال الاسابيع اللي فاتت. في الحقيقه السبب الرئيسي للتخفيف اللي بيتم دلوقتي هي حالات الشفاء في المانيا وصلت ل 95 الف حاله في المانيا. الاجمال النهارده 143 الف تقريبا 143 الف حالات الشفاء 95 الف، فبنتكلم تقريبا في اقل من 50 الف حاله شفاء موجوده في المانيا، معظمهم بيتلقوا العلاج في البيت مش في المستشفيات. المستشفيات الالمانيه اقل من 50 الف حاله مصابه.
اقل من 50,000 حاله مصابه اللي على ارض الواقع، في 95,000 حاله شفاء، ودلوقتي في 50,000 حاله اللي على ارض الواقع معظمهم بيتلقوا العلاج في بيوتهم. ده اللي خلى وزير الصحه الالماني امبارح والنهارده الصبح كل وسائل الاعلام بيقول ان المستشفيات هنا في المانيا جاهزه، احنا جاهزين كمان ان احنا نتلقى اي حالات حرجه من الدول المجاوره. كمان في قرار طلع هنا في المانيا ان اي اجانب موجودين على الاراضي الالمانيه هيتلقوا علاج لو اصيبوا بفيروس كورونا، القرار ده كان امبارح بالليل، هيتلقوا العلاج بالمجان هنا في المانيا. طب ما هي ابرز اشكال هذا التخفيف عربي يعني؟ ابرز اشكال التخفيف كل المحلات اللي لحد 800 متر مربع، المحلات دي فتحت وفي عدد كبير جدا من المحلات اللي بتوصل ل 800 متر مربع، المحلات دي كلها فتحت من النهارده الصبح، ناس كتير بدات ترجع لشغلها. الامر الملاحظ بس ان في ناس بترتدي ماسكات في الشارع، الماسكات بدات تنتشر جدا في المانيا. وده اللي خلى النهارده الصبح في عدد كبير جدا من رؤساء وزراء الولايات في المانيا كانوا بيجتمعوا بشكل منفرد في ولاياتهم بداوا يقرروا الماسكات هنا في المانيا. على سبيل المثال لو بتتكلم على برلين، قبل ساعه بالظبط مجلس بلديه برلين قرر ان من يوم الاثنين الجاي في برلين هيتم فرض الماسك في المواصلات العامه. نعم.